السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الجير السامسونج جير 360 درجة. طبعا دي كاميرا خاصة بتصوير صور وفيديوهات في المحيط، يعني صور لك المحيط كامل حواليك فوق وتحت 360 درجة. فالنهاردة هنعمل انبوكسنج وفتح المحتويات، العلبة اللي بتيجي بيها ايه السامسونج جير 360 درجة. فخلينا نشوف ازاي بتيجي الكاميرا. وطبعا الكاميرا دي فيها عدستين امامية وخلفية بحيث تجيب تغطي المحيط كامل حواليك. كل كاميرا منهم بتغطي 270 درجة، بتغطي 270 درجة يدخلوا على بعض يجيبوا المحيط كامل. خلينا نشوف نفتح العلبة. زي ما انتم شايفين كده الكاميرا السامسونج جير بتيجي كده، وادي العدستين امامية وخلفية وفيها القاعدة الترايبود الصغير بتاعها الشكل الرئيسي. دي محتويات العلبة اللي بيجي معاها مع الكاميرا. يعني طبعا بيجي كابل USB توصل الكاميرا بالكمبيوتر بحيث تشحنها، تشحن الباتري بتاعتها. ودي جراب للكاميرا تقدر تحط فيها تتحرك بيها وتخرج بيها زي ما احنا شايفين كده، جراب خامته نظيفة يعني ومكتوب عليه سامسونج. تمام. ودي يد نعلق بيها نعلق في الكاميرا تمسكها بيها. وده الباركود بتاعها ضمان سيريال نمبر، وادي كتالوج صغير بيوضح حاجات كتير، الدليل التشغيل السريع طبعا ده باللغة العربية، وفي بالانجلش وفي بالعربي اللي هو الكويك ستار جايد. وده الوارنتي كارد اللي هو بطاقة الضمان. بيجي معاها كمان الباتري بتاعتها. وهنا ميزة الكاميرا السامسونج جير 360، ميزتها ان الباتري بتاعتها بتنفصل عنها، تركب وتخرج. ممكن لا قدر الله لو حصل حاجة بقدر اغيرها وراح اشتري غيرها واركبها. يعني 90% من الكاميرات اللي بتصور 360 الكاميرا الباتري بيلت ان فيها داخلية ما بتتغيرش. فدي ميزة يعني في السامسونج جير. هنا في فوطة صغيرة، قطعة قماش فوطة صغيرة لتنظيف العدسات والكاميرا، يعني ظريفة يعني وجميلة، حاجة رقيقة شوية كده.
يعني لما تكون في شركة محترمة أو فيها محترمة وبتصنع شيء فبتهتم بالتفاصيل الدقيقة الصغيرة دي، بتبقى شيء مهم. يعني الكاميرا دي زي ما احنا شايفين يعني فيها عدستين، أمامية وخلفية زي ما قلنا، وكل عدسة منهم الإف بتاعتها 2. والريزوليوشن بتاعتها يعني كده زي ما نشوف المواصفات عندي هنا على الكمبيوتر. المواصفات طبعا ممكن بتوصل على التليفون الموبايل واي فاي او بلوتوث، طبعا بتتوصل هي على تليفونات سامسونج، يعني هي متوافقة مع تليفونات سامسونج كومباتبل، يعني من نوت 5 فيما فوق. طيب خلينا نشوف هنا، زي ما احنا شايفين صورها. الكاميرا فيها عدستين، كل عدسة 15 ميجا بكسل. 15 ميجا بكسل كويسة، يعني عدسة قوية، مش صغيرة يعني. وبرضك F2 اللي هو الفيش ايس، الفيش اي لينس. اللينس دي الموديل بتاعها هو ان هو الفيش اي، والريزوليوشن بالنسبه للكاميرتين في حاله الفيديو بيبقى 3840 في 1920 ب 30 فريم بير سكند، يعني 30 فريم في الثانيه. بالنسبة لو شغلت كاميرا عدسة واحدة مش الاتنين مع بعض بيديك بقى 2560 في 1440، ده الريزوليوشن 30 فريم بير سكند برضه. لو كاميرا واحدة، لو عدسة واحدة بقى بس لو هتصور صور كابتشر بس، بالنسبة للاتنين يديك 7776 في 3888 30 متر. والسنجل كام لو على كاميرا على تشتغل بعدسة واحدة، يبقى 3072 في 1728 5 متر. طيب الكاميرا ممكن تشغل العدستين مع بعض في فيديو وتصوير صور، او كل عدسة منفصلة لوحدها. خلينا نشوف الكاميرا. طبعا ممكن تفك الترايبود ده وتركبها على اي ترايبود، عصاية سيلفي، اي شيء زي ما احنا شايفين كده من تحت. بعد الكاميرا صغيرة حجم البيسبول زي ما قلنا، دي الكاميرا طبعا بالعدستين. هنا في سويتش منيو اللي بتضغط عليه وتشوف قائمة الاختيارات والتعديل وضبط الكاميرا. هنا ده زرار الباور بتشغل اون اوف منه وترجع باك لو انت في قائمة المنيو يعني. هنا طبعا السويتش بتاع الريكورد لما تبدأ تسجل او تلقط الصورة. وهنا في باب صغير كده لمكان الكاميرا، المكان البطارية زي ما احنا شايفين، وفي مكان اليو اس بي. ادي البطارية اهي، بنقدر نشيلها
نقدر نبدلها نغيرها ونركبها تاني نهون بكل سهولة في مكانها طبيعي. وهنا مكان اليو اس بي الشاحن، وهنا مكان الميموري، نحط الميموري كارد هنا. احنا هنشحن الكاميرا شوية نجربها، وهنبقى طبعا نستخدمها نصور بيها فيديوهات وكده، ونشوف ايه جودتها وايه. جينا نشوف وصلناها بالكمبيوتر، اللمبة نورت بتشحن، وهنا في شاشة بتبين البطارية بتشحن. هذه اللمبة هنسيبها شوية على الشاحن، وبعد كده في الحلقة التانية هنجرب تصويرها ودقة الصورة بتاعتها ودقة الفيديو وحاجات زي كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة يجيلكم كل جديد، وبنتابع باستمرار يعني كل جديد بنشوف ونحاول نكون معاكم فيه يعني أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.